wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year. هاي يا برج القوس يا برج الرائع، أنت تنتظر الشتاء بعد انتظار رهيب، بعد انتظار يعني لما بتنزل حبات المطر رح تنزل عليك كاللؤلؤ كالألماس جواهر مش طبيعية، لأنك كتير محظوظ. رح تقوم تنط على الشباك وتفتحه وكل قطرة من الماء رح تسقط عليك، عم ترقص على شباكك وتقلك يلا اشتغل على نفسك وشوف هذا الشهر، الحظ، الطاقة، المال كله عندك نسبته عالية ما شاء الله تبارك الرحمن. انت يا القوس من المحظوظين سنة 2020، لانك كنت مو راضي على نفسك ابدا ابدا وعايش حالة كتير مأساوية بالاشهر اللي مضت، بس انت تنتظر مستقبل متفائل، لانك انت اصلا انت عندك تفاؤل، عندك امل، دائما بتقول انا اليوم اجمل. هذا الشهر رح يحمل لك اخبار جديدة كتير، واللي حتغير كل قناعاتك وتفرحك شوي شوي اذا اشتغلت على نفسك، بس حتكون داعمة لك هذا الشهر. و2020 داعم لك دائما، بس عرف من اين تؤكل الكتف. طاقتك عم ترتفع، حظوظك عم ترتفع، مالك، حظك، طاقتك كله عم يرتفع بطريقة كتير ونسبة كتير كتير عالية، ولح تكون قادر على بناء من جديد وتغيير كل حياتك والسيطرة على سلبياتك بقوة بإذن الله تعالى. استغل هاي الفترة، الفترة هاللي جايتك مهنيا وعائليا وعاطفيا كلياتها نسبتها عالية. انت محظوظ جدا جدا يا برج القوس، رح تجعل حياتك كلياتها أفضل. لا تفكر أبدا بالماضي ولا ترجع للماضي، حاول تعمل استرخاء، تعمل يوغا، تعمل تأمل مشان تشيل الصور كلياتها الماضية من فكرك ومن هاللي كنت عايش فيه. أعصابك خليها تهدى بخروج هاي الصور، وعرف كيف بدك تبدأ هذا الشهر الجديد، لأنه هذا الشهر الجديد عندك تقلبات كتير وخصوصا المالية، والمالية كتير طالعة عندك. يعني شو ما فكرت بأي مشروع ومناسبك وهاللي أنت بتعرف تتصرف فيه لح ينجح ولح يدر عليك ثروة إذا أنت عرفت كيف تتعامل مع الأيام هاللي جاية. كون إيجابي، لا تطلع لورا أبدا، لح يجيك موارد كتير كتير جيدة بإذن الله تعالى. هذا الشهر كتير بيبشرك بالمال كتير بطريقة مو طبيعية، ولازم يكون عندك أصدقاء من الزهرة يعني برج الجدي. إذا كان عندك من هدول الأصدقاء لح تبدأ مشروعك كتير بعد ما أنت أصلا تعبت السنة اللي فاتت كلها كاملة ماليا، خصوصا ماليا. طبعا انت تواصلك دائما مع الناس والعالم وخصوصا عبر الانترنت، انت يمكن مبرمج، طالب جامعة، كله تواصلك هذا لح ينجح بإذن الله تعالى. هذا الشهر لح يدعمك بسنة كاملة 2020 على صعيد المال، الثروة، العمل، مهنيتك، بشو انت عم تفكر، بأنو مشروع، شو بتمتلك، لح تصير غني إذا عرفت كيف بدك تتصرف وكيف تجذب المال لإلك، لأنه كتير هذا الشهر وسنة 2020 حتساعدك، أنت مميز جدا جدا. هذا الشهر بالذات لح يخليك تعرف مين الأصدقاء تبعاتك اللي حيحتالوا عليك ومين الأشخاص اللي هن معك، عشان هيك بدك أنت تعرف مين تختار يكون جنبك، وخصوصا خلي جنبك دائما برج الجدي. برج الجدي كتير كتير حيساعدك لحتى توصل لمبتغاك بإذن الله تعالى. أما عاطفيا أنت حتكون الأجمل والأجمل والأفضل هاللي عم تمتلكه عاطفيا من أصدقاء أو زوجة أو حبيبة، عندك صفات كتير حاول تستغلها لحتى تكون مع الشريك اللي حيكبر طموحاتك. طبعا دائما بنقول كل رجل عظيم امرأة أعظم منه، اختار هذه الامرأة العظيمة.
وإذا أنت هي زوجتك الحق طموحاتها وطموحاتها العاطفية ولح توصل بإذن الله تعالى. مثل ما قلت لك النسبة تبعك دائما ما شاء الله في 90 وفوق، مهنيا وماليا وعاطفيا وصحيا. بدك تستغل الأيام والأفضل الأيام اللي حتكون في شغلك وبعملك وبعاطفتك، حتصير غني إذا اتبعت اللي قلت لك عليه. وأفضل أيامك 1 و2 6 و7 15 و16 و19 و20 24 25 28 29 29. الأصعب أيام اللي أنت بدك تقعد تشتغل على نفسك فيهم 3 و4 و8 9 و10 و11 و17 و18 و22 23 و31. لا تأخذ قرارات بهي الأيام، حاول إنك تفكر لين العشرة لما تدخل أي مشروع مشان تقدر تكسب المال فيه. أما نصيحتي أنا إلك هذا الشهر، لا تقلق أبداً، لا يجيك توتر أبداً، حاول تعمل الاسترخاء دائماً لأي شيء بدك أنت تنطلق عليه، ولح تصير الأمور إن شاء الله على ما يرام. بس ركز على وضعك المالي، يعني أنت تركيزك خليه دائماً على وضعك المالي، لأن أوضاعك الثانية لح تمشي هيك لحالة. يعني كيف بدي أقول لك لح تمشي لحالة؟ لأنك أنت اشتغلت على نفسك 3 أشهر اللي راحت، إن كان صحتك عرفت تنظفها ويشتغل عليها هلأ، إنك تأخذ الأشياء والفواكه الموسمية اللي هلأ طالعة تعرف تأكلها، ابتعد عن أي فواكه تكون غير الموسمية. الفواكه الموسمية هلأ حتساعدك على التركيز، حتساعدك على النشاط، حتفتح لك أمورك الطاقية كلياتها. من أفضل الأيام اللي أنت حتشتغل عليها هي 23 الساعة 19:34 و24 و25 و26، تنتهي الساعة 12:45 دقيقة بإذن الله تعالى. لح تقدر تخرج السموم كلها من جسمك، الصور خصوصا مش السموم الصحية، لأنه أنت صحتك بم ما شاء الله عرفان تتصرف. وهاللي الناس ما اشتغلوا عليهم حتى من برج القوس ما اشتغلوا مزبوط وخرجوا السموم من جسمهم لح يتعبوا كتير هذا الشهر. لذلك انت اشتغلت على نفسك بالأشهر اللي مضت، أشهر الخريف، أشهر اللي هي تعبت لك جسمك، خرجت السموم، كل الصور السلبية اللي انت عايش فيها، لح تعيش بطريقة مو طبيعية. حاول تعمل حمام بخار، حاول تسترخي، حاول تعمل أقنعة على جسمك، حاول تروح ارجع على الفيديو أول واحد اللي عطيتكم إياه، ولح تلاقي وصفات زيت كتير كتير رائعة. اشتغل عليها، اشتغل على نفسك، افتح طاقات جسمك، النقاط اللي مسكر افتحها، ولح ينفتح عندك أبواب الرزق والمال. 2020 أنت جدا جدا محظوظ فيها. أنا كتير بحبك يا أكتر برج، يا أجمل برج القوس، وأتمنى تكون صديقي هاي السنة لحتى تجيب لي الأموال الهائلة، لأنه أنت مفتح لك أبواب الأموال بطريقة ما شاء الله تبارك الرحمن الرائعة. أتمنى لك الشهر والسنة 2020 جديدة محملة كل اللي أنت ترغبه واللي بدك إياه وتحقق مشاريعك، والقادم أجمل.